للحديث أكثر عن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة في بغداد ضد المعتقلين بنقلهم إلى سجن جديد تشرف عليه الميليشيات، تنضم إلينا الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، تنضم معنا عبر الهاتف من لندن. دكتورة فاطمة، بداية مرحبا بك. أصدرتم في مركز توثيق جرائم الحرب بيانا كشفتم فيه عن نقل 4000 معتقل لسجن في بابل، ما هي المبررات التي ساقتها الحكومة لترحيل هذا العدد الكبير من المعتقلين؟ السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم وحيي مشاهديكم الكرام. مبررات الحكومة كما هو واضح أن لديها خطة من أجل زيادة عدد السجون في العراق لاستيعاب المزيد من المعتقلين والمحتجزين والسجناء، وذلك من أجل كما تبرر أنها تريد أن تخفف الاكتظاظ في هذه السجون، وهذه الحقيقة خطة منذ تقريبا سنتين، والاتحاد الأوروبي يساعد الحكومة في هذا الموضوع. طبعا يعني هذا بدلا أن تستثمر يعني الحكومة أموال الشعب في من أجل إقامة مشاريع تفيد الشعب العراقي أو غيرها، ولكن في الحقيقة يعني هي تخطط لهذا العمل من أجل أن تزيد أعداد المعتقلين والسجناء، بدلا أن يعني تقوم بتخفيف من عملية الاكتظاظ في السجون من خلال إطلاق سراح السجناء أو إطلاق العفو العام أو الإسراع بحسم القضايا، طبعا الحسم بالعدل وليس بالظلم، والكثير من الإجراءات التي تستطيع الحكومة أن تقوم بها بدلا أن تزيد عدد السجون في العراق. نعم. دكتورة فاطمة، السجن الجديد الذي نقل إليه المعتقلون تديره ميليشيا حزب الله، إلى أي مدى ترين من الناحية القانونية يمكن أن تشرف ميليشيات على سجون رسمية؟ يعني أي دولة تحترم نفسها، لا ليس من يعني من الوارد ان تقوم اي ميليشيا ببناء سجن ويكون تابع هذا السجن لهذه الميليشيا، ولكن معروف في العراق بان السجون يعني الميليشيات اصبحت هي التي تحكم العراق، وتم تقنين عمل الميليشيات من خلال هيئه الحشد التابعه مباشره الى رئيس الوزراء. طبعا كل هذا أعطى هذه الميليشيات صلاحيات واسعة يعني تتجاوز صلاحيات أي قوات أمنية أو أي جهة في العراق، وأصبحت تتحكم بمصير العراقيين وتستطيع أن تسيطر على أي سجن، ليس فقط ميليشيا حزب الله، سجن الناصرية، سجن التاجي، كل هذه السجون يعني تسيطر عليها الميليشيات وتمارس صلاحياتها. هناك يعني مخاوف تنتاب المراكز الحقوقية من نقل المعتقلين إلى هذا السجن الذي تشرف عليه الميليشيات، ما الذي يمكن أن تفعله الميليشيات بالمعتقلين في أثناء الإشراف على هذا السجن؟ يعني كما تفضلت هناك مخاطر عديدة. هذه الميليشيات ليست لديها يعني عقيدة وتدريب يعني على إدارة هذه السجون، هي تديره على أساس يعني أهدافها ومصالحها. كما هو معروف أصبحت هذه السجون هي يعني تدر أرباح كبيرة ويستثمرها الكثير من الذين يريدون أن يحصلوا على يعني أموال، خاصة من خلال عمليات ابتزاز السجناء أو ابتزاز ذويهم. إضافة إلى ذلك فإن لا توجد ضمانات للممارسات التي سوف تقوم بها والانتهاكات التي سوف تمارسها هذه الميليشيات ضد السجناء. هي مارست هذه الانتهاكات في وضح النهار وعلى يعني المدنيين الذين ليس لهم ذنب، فما الذي سوف يحدث في هذه السجون التي سوف تسيطر عليها الميليشيات؟ دكتورة فاطمة، يعني ماذا عن الدور الرقابي؟ بالتأكيد هناك مؤسسات أو دوائر رقابية تشرف على أي سجن في أي منطقة في العالم في أي دولة، ولكن كيف تنظرين أو كيف تراقبين أو تقيمين الدور الرقابي للدوائر الرقابية التي تشرف على السجون في العراق؟ مع الأسف الشديد يعني الجهات المسؤولة التي تراقب والتي ترصد الانتهاكات في السجون في الحقيقة في العراق معدومة.
وليست هناك أي مصداقية للتقارير التي تخرج. الكثير من الوقائع تثبت وشهادات السجناء ومن خلال التسريبات والفيديوهات التي يتم تصويرها وتسريبها للإعلام من خلال شهادات ذوي السجناء والمعتقلين. الأغلب تثبت أن هناك لا توجد أي رقابة في هذه، خاصة الآن في الوقت الحاضر بعد أن تم اتخاذ إجراءات وتحت ذريعة فيروس كورونا، حتى تم منع الزيارات والاتصال بالمعتقلين من قبل ذويهم والزيارات. نعرف جيدا أن حتى يعني هناك التعذيب الذي يجري في السجون والذي تعلم به السلطات القضائية ومسجلة لديهم دون أن يتم يعني اتخاذ أي إجراء من أجل يعني الحد من هذه الانتهاكات وفرض هيبة الحكومة والسلطات الرقابية. بالحقيقة لا توجد في النهاية رقابة يعني نستطيع الوثوق بناء لها على عدم وجود رقابة. دكتورة فاطمة، هل هناك جهة يعني دولية ممكن أن ترفع دعاوى قضائية ضد يعني عملية نقل معتقلين من سجون حكومية رسمية إلى سجون غير رسمية يعني لا تخضع لإشراف قانوني وكما تديرها الميليشيات؟ هل هناك جهة ربما يعني يمكن لها أن ترفع دعوى قضائية في المحافل الدولية؟ الحقيقة لمن يريد أن يتحرك أولا يجب أن يكون هناك يعني الكثير من يعني الأدلة والإثباتات التي تعزز مثل هذه القضايا. نعرف جيدا أن رفع مثل هذه القضايا خاصة في المحافل الدولية يعني يحتاج إلى جهود ويحتاج إلى يعني الكثير من خاصة بالنسبة للأدلة. هذه الجهات الدولية تعتمد في يعني تحقيقاتها وفي مثل هذه القضايا على الأدلة الموثقة. لا نستطيع فقط بمجرد الكلام ويعني بدون إثباتات. طبعا هذا يعتمد على تحركات ذوي الضحايا، التحركات المنظمات الحقوقية التي من خلالها يتم جمع الأدلة على مثل هذه الجرائم التي تحدث. جرائم التعذيب هناك في الأمم المتحدة، هناك اللجنة الخاصة بالتعذيب، هناك الإخفاء القسري، هناك اللجنة الخاصة بالإخفاء القسري، هناك العديد من الجهات التي يستطيع من يريد التحرك أن يتحرك باتجاهها، ولكن هذا يحتاج إلى الكثير من الأدلة والإثباتات. نعم. التي تعزز مثل هذه القضايا. شكرا لك دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.